السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه Connected Papers، والموضوع عبارة عن الأوراق البحثية. هو بيبدأ يشوف إيه أقرب الأبحاث المتعلقة بالموضوع دوت. يعني خلينا مثلا بنعمل بحث عن البيم إن إيجيبت، تمام. بيقول لي شوف الأوراق اللي موجودة، أنا اخترت 3 ورقة، احنا حظنا. تمام، ده بتكلم عن الورق البيم في العالمين. تمام، بيقول ما فيش اوراق كافيه بتعلق بالورقه ديت. طيب دي الورقه اهي، بيبدا يشوف ايه الاوراق اللي في نفس المجال اللي ليها نفس الكلمات، وكل ورق فيهم بتدوس عليها هنا بيبدا يجيب لك معلومات عنها بالتفصيل، ملخص ليها، وتقدر تشوف الرقم بتاعها ال DOI، وتقدر تطلع على المعلومات الخاصة بيها جوجل سكولر وهكذا، ولو هي متاحة للتحميل مجانا تقدر تحملها. فهو بيبقى يشوف أقرب الورق ليها للأبحاث بتاعتها، وغالبا ممكن تلاقي نفس الباحث نفسه أو نفس اللي كتب الوثيقة ليه أبحاث تانية، لأن هو أكيد مهتم بنفس المجال يعني. فبتبدأ تشوف ايه الحاجات المتعلقة بيها، وايه الناس اللي استعانوا بيها كأبحاث في الأبحاث بتاعتهم وهكذا، باستشهاد بالمصادر. فموقع ظريف يعني، الواحد يقدر يشوف لو عجبه بحث يبدأ يشوف ايه الأبحاث المتعلقة بالبحث دوت.